الكتروني الكتروني مش كده؟ الكتروني مفيش ورقه خالص، يدوي. مفيش ورقه خالص خالص. الا بالنسبه لشهادات المعادله العربيه الاجنبيه، لان هنتكلم عليها ممكن بعد شويه. دي مفيش ورقه خالص. نعم مفيش اي تقديم ورقي برضه عشان يبقى الطالب عارفه. نعم الطالب النهارده مش عارف يكتب. طيب احنا بنجمع ال 100,000 وال 112,000 دول مرحله اولى. ثم اتجمعوا خلاص وحددوا رغبات، ايه اللي بيحصل في الوقت ده؟ بنبدا كمكتب تنسيق في فرز رغبات الطلبه. ايوه نشوف الكليه دي كانت العدد بتاعها قدامنا كله على الشاشات. على الشاشه الكليه دي كانت عاوزه 500 طالب، نرجع على رقم 500 ونقفل. برضو احنا كمجلس اعلى الجامعات ومعالي الوزير واللجنه العليا للتنسيق دايما بتيجي في صالح الطالب. يعني لو الكليه عاوزه 500 طالب وفي الرقم 500 في 10 طالب مشتركين في المجموع، بنجبر لصالح الطالب مثلا، بنجبر لصالح الطالب. دايما مشتركين في نفس المجموعه. ما حرمهمش. يعني دايما النقطه دي كويسه. يعني دايما طالما جينا عند 500 وفي اشتراك في المجموع، اشتراك في معاه في نفس المجموع بنجبر. هدخلهم طبعا. كويس طبعا كويس. احنا اولا احنا الدوله لصالح الطالب، احنا ضده يعني. عظيم. ف يعني برضه في حاجه، الطالب النهارده يقدر لو هو يكتب ورقه بيضاء كده هو وعيلته، ولو مش قادر يكتب رغبات يتوجه لاقرب جامعه زي ما احنا قلنا ويكتب الرغبات بتاعته. نعم. فانت النهارده حضرتك بتقول لي نقعد نحدد الاعداد اللي احنا واخدينها. تمام. بعد كده الفتره دي بتاخد لها يوم الاثنين كفرز الرغبات. فرز. وبعدين معالي الوزير برئاسه هو متراس اللجنه العليا للتنسيق، بتجتمع اللجنه وبتقعد بقى تبص على كل كليه الكليه دي كذا كذا. يعني اللجنه بتاخد شغلي برضو من اللجنه العليا للتنسيق، لان اللجنه العليا للتنسيق دي مفوضه من المجلس الاعلى للجامعات. نعم. هي هو في حاله زياده العدد دي اللجنه العليا اللي تزود. بتاخد قرار في ساعتها، لان اللجنه العليا مفوضه من المجلس الاعلى للجامعات بتحديد الاعداد او زياده الاعداد. نعم. شايف مجاميع السنه دي اقل من السنه اللي فاتت؟ لا والله هي قريبه. قريبه من السنه اللي فاتت يعني. نعم. بس يمكن في انخفاض شويه في النسب؟ مش قوي. مش قوي، وبالاخص في الشريحه العليا. في يعني تلاقي في مجموعه كبيره من الطلبه فيها. احنا عندنا يعني بالنسبه من اللي عندي 80% مجموعه كبيره. 80%؟ يعني هو هرمي. نظام هرمي. ايوه. يعني برضو يعني هو الامتحان السنه دي كان قبل من اي من 5 سنين كان الهرم مقلوب. كنت تلاقي مثلا من 5 سنين كان الهرم مقلوب. كان المجاميع يعني المجاميع يعني مثلا تلاقي مثلا فوق ال 90% 38% من الطلبه. 38% من الطلبه فوق 90% يعني. يعني دلوقتي لا، الهرم اتعدل. لا ده كان غلط. الامتحان ده كان غلط. كان غلط طبعا. يعمل لنا ازمه؟ لا طبعا. في ايه؟ هو في حالة ارتفاع المجاميع. في حالة ارتفاع المجاميع الطلبة كلها بتبقى جايبة مثلا 99.9 من 10 98، فكان كان في 102% و104%. لا ده ال 102 ده اتلغى من زمان، ايام ما كان فيه اللي هو المستوى الرفيع. تحسين المستوى الرفيع والتحسين. دلوقتي ما فيش تحسين ولا في مستوى رفيع، فما فيش اي طالب دلوقتي يتجاوز ال 100%. فحضرتك بتقول لي انه كان الهرم مقلوب، كان مش كويس. مش كويس. كان نظام تعليم. لا كان نظام تعليم مش كويس، لان الامتحان يا فندم معمول كان عمليه امتحانيه، لازم يكون في الاسئله متدرجه. نعم. يعني نبدا بالاصعب بالاسهل وبعدين وهكذا. نعم. فالوقتي الامتحانات بصراحه يعني دلوقتي في انضباط شويه. في انضباط في الامتحانات وطلع نتيجه لحد ما نتيجه طبيعيه لاي كليه ولاي شهاده. هذا ما حدش حتى وصل 99%، ما حدش وصلها. لا ما فيش. مش كده؟ فكان زمان 98 و99 دي كانت يعني حاجه عاديه خالص. وبعدين كانوا فجاه ان الطالب برضو، ما انت ما تدي للطالب مجموع كبير بتعشمه. نعم بتعشمه. نعم. يعني انت النهارده لما يكون طالب جايب 98% وما دخلش كليه الطب، برضو الطالب بيقول لك لا يا جماعه في ايه، هو المجموع ده مش مجموع حقيقي. نعم. هو سنة كانت يعني مجاميع حقيقيه ولا مجاميع، مش عايز اقول لا يعني لا هي حقيقيه وكل حاجه حقيقية. بس كان في الامتحانات كانت الامتحانات يعني ايه، الامتحان لازم يكون متدرج. ما هو مش الامتحان لازم يبقى سهل كله يعني. نعم. امال اسمه امتحان ليه؟ نعم. فالحمد لله النتيجه كويسه قوي، والسنه اللي فاتت واللي قبلها الحمد لله كويسين يعني. كويس. طيب لو بدايه